رز معمر بس بالجبنة وزيتون. أنا عندي هنا لبن، رز، جبنة رومي، زيتون، قشطة من وش اللبن بقى من أي حاجة، وسمنة، تمام كده. فأنا مثلا الطاجن ده بياخد كوبايتين رز، فأنا هحط هنا كوبايتين هنا كوبايتين، ماشي. بنحط الرز يعني ايه طبعا عشان تعرفي المقاس اللي عندك، يبقى ايه الرز اقل من نص، الرز اقل من نص طاجن كده. كل كوبايه رز بتاخد كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، تمام كده. وانت بقى ظبطي المقادير براحتك بقى. فانا هنا هاخد ايه، هاخد اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، اسخنه. هنا هاخد 4 كوبايات من اللبن وهحط عليهم لازم الميه. ما تقوليش طب ما انا اسيب اللبن وازود ميه قليله، لازم الميه تبقى كتير علشان تسوي الرز، الرز معاكي ما يحصولش، ما يبقاش ناشف معاكي. هنا احط كوبايتين ميه، احط ملح، احط القشطه، ممكن احطها على الوش ممكن احطها هنا، بس انا بحطها هنا. دي حوالي 1/4 كيلو قشطه، معلقتين سم، هحط هنا بقى ادي الرز، حط عليه شويه جبنه رومي، شويه مش كتير عشان ما تحدقيش، شويه زيتون اسود مخلي مقطع كده، اقلب ده كده، جبنه رومي وزيتون وايه والرز. اجي بقى اجيب هنا اللبن،